تهني فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبابنا في الله في كل مكان من أرض الله عز وجل، تحية لكم من الأعماق، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع هذا النور المتجدد دائما في أعماقنا جميعا، نداء الإيمان، نعيش مع أستاذينا الكريمين الجليلين الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي والأستاذ الدكتور العربي كشاط. نعيش هذه اللحظات مع آية فريدة جديدة من سورة الصف، حيث يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. تستوقفني هذه الآية أستاذنا الكريم لأن هذه ختام سورة الصف، وأول سورة الصف سبح لله، وآخرها فأصبحوا ظاهرين، ما بينها برنامج عمل، والآية الأخيرة هي الخلاصة الدقيقة جدا التي تلخص كل هذه الواجبات التي أتت في هذه السورة: كونوا أنصار الله. هل يحتاج الله إلى نصرة؟ أما الأمر، ما الأمر في هذه الآية العجيبة؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان في هذا الكون كي يعمره بطاعته سبحانه وتعالى. لا يعمر هذا الكون إلا أن يطيع العبد ربه. وطاعة الله عز وجل أول مدلول فيها أو أول بند فيها، أول شرط فيها، أن أنصر دين الله. ونصر دين الله سبحانه وتعالى نصر لي، لأن الله لا يقيم هذه الدنيا إلا على طاعته. وإذا ظهر الفساد في البر والبحر، ما الذي يحدث؟ وفي الجو الآن، يعني في كل الأصعدة وعلى كل الأصعدة، عندما يفسد الإنسان، يعني سبحان الله، يعني للأسف الشديد، يعني يغير معالم هذه الأرض. ومعالم الأرض لا تقوم إلا على طاعة الله عز وجل. يعني يروى في قصص بني إسرائيل أن نبي الله سليمان مر على شجرة عليها عصافير أربعة، فقال: أتدرون ما تقول العصافير؟ قالوا: لا نبي الله، ما أنت الذي تفهم، يعني علمنا منطق الطير. قال: إنما تقول عجبا، يقول العصفور الأول: يا ليت الخلق لم يخلقوا، سبحان الله. فيقول الثاني: ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الثالث: ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. نعم. فيقول الرابع: ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا، سبحان الله العظيم. يبقى الخلق خلق، الخلق له هدف، الخلق له عمل، العمل يجب أن يكون مخلص. نعم. هذا الإطار الرباعي يمثل نصرة الله في هذه الأرض. نعم. نصرة الله تقتضي أن أنصر من يدعو إلى الله. نعم. ولذلك سمي الأنصار أنصارا لأنهم نصروا الله ورسوله، وقفوا بالجوار. يعني حتى يقال أن أبا الهيثم ابن التيهان كان في بيعة العقبة أصغر الوفد، كان غلام، لم يكن عمره 15. فبعد أن بدأ الأنصار في البيعة، توقف أبو الهيثم وسأل النبي سؤالا، له أن يخف يعني، وسأل النبي سؤالا واضحا، يعني إن خلاص إحنا سوف ترمينا العرب عن قوس واحدة، إحنا نقف بجوارك، يبقى إحنا ضد العرب.
يعني احنا 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 قد بعنا واشترينا. طيب اذا نصرك الله بنا اتعود بعد ذلك الى مكه؟ بس الجزئيه اللي هي ايه اللي نعم. هي الحب المحبه بقى. نعم. قال لا بل اختاركم انت. قال اذا لا نقيل ولا نستقيل. مد يدك. العجيب ان الهيثم رغم صغر سنه يستوقف كل الصحابه الكبار من الانصار ويقولوا ما حدش يبايع. لما مدوا ايديهم لبايع الرسول قال هل تعرفون علامه بيعون الرجل؟ والله لئن بايعتموه ليقتلن اشرافكم ولا تنهكن اموالكم ولا تجتمعن عليكم العرب فترميكم عن قوس واحده. فان رايتم انكم خاذلوه فمن الان والا فبايعوه فوالله انه لنعم البيع. شاب صغير 15 سنه وعنده هذا الفقه في النصره لدين الله. ما هو هؤلاء المصطفين الاخيار. يعني يقول بعض الناس من أصحاب الدروشة أن الصحابة ليس لهم كرامات. قل له هل هناك كرامة أفضل من صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله سبحانه وتعالى من العجب أن كلمة صحابة تقال لمن يصحب من هو أفضل منه. صاحب في اللغة أن يصاحب من هو أفضل. فسمي الصحابة صحابة لأنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم يقل بملاك الفيل ولا بمروض الفيل. ليه؟ لأن الفيل أفضل، لأنه أبى أن يهدم الكعبة وهم صمموا على هدم الكعبة. سبحان الله. فالفيل أفضل منهم عند الله. فقضية أن الصحابة وضعوا نموذج النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم سعد بن أبي وقاص تخوفه لن أستظل بظل حتى تكفر بدين محمد. يقول يا أمه تعلمين يعني بري بك، والله لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما كفرت برسول الله. أي القضية استبان الحق. وطالما استبان الأمر فالإنسان لابد له أن ينصر، لأننا في نصرنا لله سبحانه وتعالى يعني إعزاز لقيمة الإنسان في هذه الأرض. فالإنسان عندما ينصر الله فهو ينصر دين الله سبحانه وتعالى وينصر الحق الذي تقوم عليه الحياة. دكتورنا الكريم، يعني مسألة النصرة في واقعنا الآن، كيف تتصور إخواننا وأخواتنا يقول لك أنا عايز أكون نصيرا لدين الله عز وجل، عايز أكون من أنصار الله، كيف؟ أنا بصلي وبصوم وأقرأ القرآن وبحفظ وخدت إجازة وعملت وبحضر دروس، نسمع دروسكم في الفضائيات، لكن كيف أكون فعلا كما أمر الله؟ كونوا أنصار الله. أولا هذه الآية الكريمة كما أشرت موقعها في سورة الصف. نعم. وسورة الصف نسمع من خلالها جلجلة التدافع سبحان الله. وعنوان كلمة الصف نفسه يعني من مظاهر الاجتماع البشري أن الإنسان يصطف مع من يمثله. نعم. والمشهد الاجتماعي يعرض علينا صفين، صف تصوراته تختلف عن تصورات الصف الآخر، حزب الله وحزب الشيطان. هذا هو. نعم. التعبير. نعم. ويسأل الإنسان وهل الله جل جلاله بحاجة إلى أن ينصره العبيد المحاويج؟ لكن انصروا دين الله. نعم. فلماذا عدل عن التعبير انصروا دين الله إلى التعبير انصروا الله؟ هذا ما معنى هذا؟ صحيح. هذا لا. لو قلت مثلا أنت لشخص تعرض للشمس، الشمس تعرض الناس لها أم لم يتعرضوا؟ لا يضرها تعرضهم ولا ينفعها مقابلتهم لها. هذه دين الله عز وجل. هل يضره أن يستقبله الناس؟ هل أن لا يستقبله الناس؟ هل يضره أن يناكدوه؟ لا، إنما عندما أتعرض للشمس فأنا الذي أستفيد من نورها وأستفيد من ضوئها وأستفيد من كل ما زودها الله تبارك وتعالى به من عطاءات.
هذا أنصر الله، كونوا أنصارا لله في رواية ورش، وأنصار الله. طيب نظل إن شاء الله معا حتى يعني نعيش مع هذا النور، شمس الله تشرق على الأمة والعالم كله بإذن الله تعالى. بعد الفاصل الدقيق جدا بإذن الله نعود إلى هذا الكلام العميق في أصله وفي جوهره، فأبقوا معنا لحظات ونعود بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى. نعود إلى هذه الكلمات المضيئة مع الشمس في إشراقها، والتي لا يضرها أن يتعرض الناس لضوئها أم لا. هذا هو دين الله تبارك وتعالى. نحن إذ ننصره ننصر أنفسنا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله، مع هذه اللمحات الطيبة مع أخينا الكريم الأستاذ الدكتور العربي كشاط، فليتفضل مشكورا. أنا إذا قلت مثلا للساقية لمجرى الماء أقول له أنصر هذا المنبع، يعني انضم إليه لا تقطع صلتك به، فهل المنبع يستفيد من الساقية أم الساقية هي التي تستفيد من المنبع؟ فأن ينصر المؤمنون الله عز وجل أن يبقوا صلتهم به بحيث يستمدون منه الهداية ويستمدون منه استمرار الهداية. هذا هو أنصر الله. الله جل جلاله أغنى الأغنياء عن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فهو الذي يوفقنا وينسب إلينا فضل الأعمال الصالحة ليتزين بها. يعني نحن مثل القمر، هل القمر يستمد ضوءه من ذاته أم من الشمس؟ من الشمس. والقمر إذا ركب رأسه يحدث كسوف وخسوف. والمسلمون ظلوا مشرقين إلى أن نبتت نوابت الفتن، فخطر لهم أن يستغنوا عن شمس الإسلام، فحالوا بمسالكهم بينهم وبين ضوء الشمس، فحدث كسوف حضاري وخسوف ثقافي. صحيح. هذا يعني الكلام أخونا الكريم الأستاذ الدكتور العربي يذكرني بما كتبته الدكتورة زغريد هونكا العالمة الألمانية. كتبت كتابها شمس الله تشرق على الغرب، لكن المترجم القومي لم يرضى أن يذكر الله وترجم الكتابة بعنوان شمس العرب تشرق على الغرب، يعني شل الله وحط العرب. يعني انظروا إلى هذا التزييف الرهيب الرديء. لكن على كل حال يعني ستظل شمس الله تشرق بإذن الله، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. تعرف لماذا شال كلمة الله جل جلاله ووضع كلمة أخرى؟ نعم، لأن لسانه ليس أهلا لأن يتعطر بذكر هذا الاسم، ولأن قلمه أسود ليس له أن يشرق بإشراق هذه الكلمة. والله هذا أشد حكم يعني في هذه القضية. هذا شفاء الصدور. الحقيقة في مثال هنا ربنا سبحانه وتعالى كما يقال في لغة العرب بالمثال يزول الإشكال. كونوا أنصار الله، ثم بعدها كما قال عيسى بن مريم الحواري من أنصار إلى الله، فتميز الناس ولتستبين سبيل المجرمين. قال الحواريون نحن أنصار الله، الاثناشر واحد قال لك احنا شايلين الرسالة احنا معك، والبقية بعدت. فالاثناشر دول الله سبحانه وتعالى أيدهم في قلتهم. يعني نريد أن نعيش هذه المعاني ونطمئن المسلمين إلى أن قلتهم لا تعني أنهم لن يصبحوا ظاهرين. أولا متى انتصر الحق بعدد أو بعدد أو بأسباب؟ الحق منتصر في ذاته. من كان يظن أن رجلا يقف على الجبل يقول أيها الناس أنا رسول الله إليكم جميعا، والله لتموتن مثلما تنامون ولتبعثن مثلما تستيقظون، وبعدين يجد طفل أو صبي يؤمن به وامرأة وصديق، وبعدين تتوالى يوم أن هاجر كان معه 84 رجلا وامرأة ليس إلا،
يعني عمر يوم أن أسلم كان رقم 40 في الإسلام، سبقه 39. لكن القضية هذه فقهها عمر لما أرسل عمرو على حدود العريش يستمد من عمر مددا في فتح مصر. نعم. فيرسل إلى عمر اللي بيته مصر قاعد 4 سنين، أكبر بلد أو أطول بلد خدت وقت عشان طبعا. فلما أرسل له المدد أرسل إليه 4 من البدريين، فظن عمر أن هؤلاء يحملون رسالة أمير المؤمنين عمر. فقال له عمر في رسالته: يا عمر، معك 4000، وأرسلت إليك 4 من البدريين كل واحد منهم 1000، فقوام جيشك 8000. سبحان الله. هو كان عنده 4000 بقى 12000. ما هو لا 4 معاه، غير انت معاك 4000 وانا ارسلت لك 4 بدريين كل واحد منهم ب1000، فانت معاك 4000 وانا بعت لك 4 بس كل واحد يمثل 1000، فمعك 8. فقوم عمر وجيش عمرو، انا معاه 8000 ومعاه 4004. سبحان الله العظيم. يعني إذا كتبناها عشان أولادنا وبناتنا في الإسلام 4004، هذا ما مع عمر. لكن عمر قوم جيش عمر ب8000. واحد لما يرسل أبو بكر القعقاع بن عمرو لخالد يقول له إن جيشا فيه القعقاع لن يهزم أبدا، خلاص فالقعقاع أمة، خلاص يبقى كل واحد منهم ب1000 بهذه القضية بأمة. يعني سبحان الله، يعني أبو ذر يتخلف في تبوك ويأتي بعد أن تهرأت نعله وتعطل في خصفها، فيقول كن أبا ذر فكان أبو ذر. المهم قال رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. سبحان الله. ده يبعث وحده إيه؟ كإبراهيم الخليل يبعث أمه. مذهب في الحياة، قصة حكاية. فكل يعني الذين يتشبهون بالأول من الدعاء، كما قال عيسى ابن مريم للحواري: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا به. فإذا هؤلاء أعدوا نفسهم لنصرة دين الله، فما الذي حدث؟ فأيد. فهنا يأتي التأييد. نعم. فلما يأتي التأييد فأصبحوا على عدوهم قاهرين وظاهرين. لماذا؟ لأن الغلبة للحق والحق أبلج. أما بعض من بني جلدتنا الآن يظنون أن الباطل هو الذي غلب، لأن الباطل رفع رايته، فاجتمع أهل الباطل حوله وأصبحوا في آذان المؤمنين كالطبول الفارغة، وفي آذان مدعي الإيمان أن لهم تأثير ولهم قوة. أما إذا رفعت علم الحق يوما سوف تجد أعلام الحق تجتمع من حولك، لأن الحق واضح، لأن الإنسان الذي يسير نحو الحق لنصرة الله كالذي يسير نحو الشمس. نعم. قرص الشمس ظله خلفه، الدنيا وما فيها، الحياة الدنية، وإذا تنكب والتفت وأعطى ظهره لشمس الحقيقة فعندئذ ظله أمامه يجري خلفه ولا يلحقه، لأن الدنيا لا تغني عن الآخرة. ما شاء الله. الكرام. الحقيقة أنا يعني يبدو لي أستاذنا، وأرجو تصححوني أستاذنا الكريم الدكتور عمر وأستاذنا وأخونا الكريم الدكتور العربي، يبدو لي ان قضية النصرة تتجاوز ان انا فقط اصلي واصوم وازكي. يعني في 4-5 واجبات اذا الانسان فعلا تشبع بها، مش بس يعني خدها. رقم 1 العلم بهذا الدين، يعني لابد ان انا فعل ولن تتعلم حتى تتألم، يعني مجاهدة للنفس حتى اتعلم. رقم 2 العمل بهذا الدين، خاصة فيما خالف الهوى الداخلي والعرف الخارجي. رقم 3 الدعوة إلى هذا الدين بكل ما أعلم، عرفت حاجة أنشرها في كل مكان. رقم 4 الدفاع. تشخص المضمون الفعلي لكلمة النصر. نعم. الكلمة الأولى ذكرنا أستاذنا 4، فكيف يعقل 4 يسوون 4000؟ 4000. نعم. هؤلاء لما اتصلوا بالله استمدوا طاقات لا يملكها غيرهم. نعم. فإنهم يألمون كما تألمون، والفرق ما وترجون من الله ما لا يرجون. الاستمداد هذا. نعم. يعني أنا إذا أردت أن أحمل هذه لا أستطيع، آتي برافعة فأحملها. نعم. ما تفضلت به الآن بهذه الأمثلة، يعني النصر أولا، أنت ما ذكرت هذا فيه الكفاية.
يعني في هذه هذا هو النصر. كثير من إخواننا يظنون أن النصر لا تطلق إلا في ساحة المعركة، لا، المعركة الاجتماعية. نعم. المعركة الاجتماعية عندما نبني مجتمعا صالحا مصلحا نكون قد نصرنا ديننا الذي نؤمن بقيمه وقدرته على التغيير والتحسين والتجميل. مشكور مأجور، وشكر الله لأستاذينا الكريمين وأخوين العزيزين، والحقيقة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا العلم الفياض، وأرجو أن نأخذ هذه الكلمات إخواننا وأخواتنا مأخذ الجدي لننصر دين الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيظهر الله هذا الدين بوعده سبحانه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن